السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. استقبلت جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفنان المتميز خالد النبوي مساء أمس الأربعاء، وذلك داخل منزل أسرة الرئيس الراحل. ونشر خالد النبوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور على هامش الزيارة معلقا عليها: شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال، شكرا أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات على رقي الحوار معهم. يذكر أن آخر إسهامات الفنان خالد النبوي في الدراما التلفزيونية مسلسله الجديد ممالك النار الذي يعرض والذي تدور أحداثه حول شخصيتين محوريتين هما السلطان سليم الأول الذي نبدأ به حكايتنا من مرحلة الطفولة وهو حفيد السلطان الفاتح، والشخصية الثانية هي تومان باي السلطان المملوكي الذي كان ولي العهد في القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادي، وجهزه عمه كنسوة الغوري سلطان مصر لتولي مقاليد الحكم لاحقا. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.